بس مدير مش فاهمون. أيه. جبت زوجتي من شوية على الدكتور طلب لها دواء وما قبل منه، لكن بصدرية مش فاهم ولا صدريات برا مش فاهم. إذا ما خبرتي يعني إحنا ما عارفين أن المنطقة أنت ما بتعرف محاصرة وما فيها أدوية. هذا الكلام مو منطقي يعني، أنا وين تجيب دواء؟ في غوطة منطقة محاصرة، أدوية ما فيها، أنت بتعرف يعني الأدوية اللي فيها كثير عملت عليها. أنت ما بتحسني غيرك ما بيحسن؟ يعني ليش كيف ليش ليش يعني ليش ما في مدير يعني زلمه يكون قد حاله يحسن يأمن الأدوية؟ لا الوصفة اللي فيها مدير عم يقدر يأمن أدوية، ما عم تقول لي ما لقيت الدواء لا هون ولا برا. أصلاً المرأة ما لازم تشتغل نهائياً، المرأة لازم تقعد في البيت. ليش لازم؟ أنتوا لكم بيت، لكم زلمة، لكم أولاد، أنتوا لازم تداروهم، مو لازم تشتغلوا. طب وأنت عندك بيت وعندك أولاد وعندك حاجتك كمان. بس الزلمة هو مسؤول عن إنه يلم لقمة عيشه لأولاده. قولي بس قولي شوي، اختبر. طيب، أنا هلا كطبيب، أنا ما نقص شغلي، نقص خدماتي اللي موجودة دون مديرة المشفى. لا لا بس ما عازم. طيب. شوف الإدارة هي ما بتنجح بس بشخص، يعني مو إنه بتجيب شخص بتقوم بتصير إدارة منيحة بتجيب شخص. رح لك سياري، نحن كأطباء يا أخي لقينا إنه إذا انتخبنا دكتورة أماني إدارة المشفى بتمشي منيح. طيب وانتخبناها ونجحت وعدنا انتخابها مرة ثانية، طيب بنقول له لا أنت خيارك خطأ، هاي لازم تروح تقعد بالبيت. أنا ما أشوفه هذا المنطق. شلون بحاجة في منصب إداري حصير؟ هلا أنا 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 أشتغل هيك أشتغل هيك ما في حدا يملي علي شو بدي أشتغل. أنا راح